دلوقتي النهاردة وصفوها بالجميلة الجريئة، والفن قبل ما يكون حرفتها كان حب ورثته من أب مبدع صاحب مدرسة في الرقص الشعبي مجاز دية. رأيها من دماغها وصوتها العالي عمل لها مشاكل كتير، بس سكوتها عن اللي ما يعجبهاش مستحيل. ضيفتي النهاردة الفنانة شيرين رضا. اهلا اهلا، عامله ايه؟ نورتيني. ميرسي. كل سنه وانت طيبه. اتفضلي. ميرسي. اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. منوراني النهارده في حبر سري. ميرسي. ومبسوطه اللي انت معايا بجد. انا كمان مبسوطه ان انا معاكي. ايه رايك في الديكور؟ حلو قوي بجد. انا بتفرج. حبيتيه؟ جاهزه معايا؟ جاهزه معاكي. واول فقره معايا يا صابت يا خابت. هتروحي عند الساعة اللي وراكي، هتلفي العقرب 5 مرات، بس خلي بالك ان كل لفة بسؤال. ومعايا 4 مدافع، 3 و6 و9 و12. ما تفعل ده حاجة وحشة؟ يعني ايه تبقى هتقتلوني شوية. لا يا روحي والله اسئلة سبايسي شوية. اوكي. يلا، معروفة عن شيرين يعني الجراءة. أول لفة، اتفضل. مدفع. المدفع رقم 9، يعني تالت بوكس. بصي، اقريه في سرك الأول. عايزة تجاوبي عليه دلوقتي ولا في نهاية الفقرة؟ لا، أجاوب عليه دلوقتي. أحب أنا الجراءة، يلا بينا. مشتركة في بطولة فيلم الملحد، شفتي الهجوم اللي تعرض له الكاتب إبراهيم عيسى بسبب آرائه إزاي؟ ورأيك في انسحاب الممثل مصطفى درويش من الفيلم؟ أولاً أنا شايفة أن الهجوم ده مفتعل جداً. يعني فيلم الملحد ده ما بيتكلمش عن الإلحاد، بالعكس. الناس لو بس تستنى شوية تشوف الفيلم بيتكلم عن إيه. وبعدين الممثل ده أنا ما أعرفش هو مين بصراحة، ف يعني ما أعتقدش أنه هو كان دور مهم في الفيلم عشان ينسحب ولا ما ينسحبش. يعني ممكن تكوني شايفة الهجوم ركوب ترند؟ طبعاً الهجوم، ما إحنا دلوقتي بنشتم كل حاجة. هو كل حاجة بتتعمل بتتشتم. إذا قلتي هتتشتم، إذا قلتي لا هتتشتم، إذا اشتغلتي هتتشتم، إذا بطلتي شغل، إذا تصورتي، إذا انبسطتي هتتشتم. فبقت حاجة خلاص تعودنا عليها. بس إنه يعني ما أعتقدش إن الممثل ده حتى قرأ الفيلم، يمكن ادوله اللاينز بتاعته بس اللي يقراها. فبيركب ترند. ما بتهتمنيش أصلاً باللي بيتقال خالص على السوشيال ميديا؟ ما أقراش الكلام ده. ما أقدرش. أنا لو قريت الكلام ده مش هشتغل تاني، مش هتصور تاني، هقفل كل الأكاونتس بتاعتي. لأن الهجوم بيضايقك في الآخر. يعني مش ممكن تفضلي تتهاجمي وبتشتغلي، وبنشتغل بال 31 ساعة تصوير وبعدين برضو بتتهاجمي. فسخيفة. عندك حق. اللفة اللي بعدها، اتفضل. انتي ماسكه المدفع في ايدك تقريبا، حبيتي السؤال. لا. اوكي. طب ممكن تحطيه مكانه؟ اوكي. السؤال رقم 8. ايه رايك في موضه ارتداء بعض الرجال الحلقان؟ بصي، انا ما اقدرش ابقى زي الناس اللي انا بشتكي منهم. فانا شايفه ان كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه. احنا بنيجي الدنيا دي بنعيش مره واحده. كل واحد بيعيشها بالطريقة اللي تناسبه هو. فالبسي حلق، ما تلبسيش حلق، البسي جزمة، امشي حافية. أنا بشوف إن دي حاجات شخصية قوي. يعني كل واحد حر في حياته. كل واحد المفروض يبقى حر في حياته. يعني المفروض تبقي حر على الأقل في جسمك. هل أنا موافقة؟ هل أنا مش موافقة؟ ده مش المفروض يعني أي حاجة. في ناس بيتعرضوا لانتقاد جامد جداً بسبب إن هم بيلبسوا مختلف أو تصرفات بالنسبة للمجتمع مش مقبولة. لا، ما هي دلوقتي ما بقتش مقبولة، بس ما قبل كده كانت موجودة. ما حدش كان بيعترض. عشان السوشيال ميديا؟ أكيد. السوشيال ميديا طلعت آراء كانت زمان مكبوتة وساكتة، والمفروض تفضل ساكتة. يعني مش كل حد المفروض نسمع رأيه. لو المفروض نسمع آراء كل الناس، تبقى كل الناس بقى رؤساء الجمهورية، كل الناس في الحكومة. لا، مش كل الناس المفروض نسمع رأيها، الناس اللي تهم بس. طيب شيرين رضا بتسمع رأي مين؟ أنا بسمع رأي الناس اللي حواليا، يعني الناس اللي عارفين أنا بشتغل في إيه وبشتغل إزاي.
بطلب النصيحة؟ بطلب النصيحة من الناس، هل أعمل ده ولا ما أعملش؟ بطلب. بيتقال عليكي إن صوتك من دماغك. أكيد طبعاً، ما هو أنا بسألك رأيك وبشوف، أنا بسألك رأيك عشان أبقى مثلاً مش عارفة، فأشوف رأيك إيه، يعني هل أنت رأيك معايا؟ ألاقي كذا حد رأيه معايا، أوكي أعملها. ألاقي كل الناس ضدي، برضو هعملها. بحب أنا الشخصية دي. اللفة الثالثة تفضل. لفها بقى جامد المرة دي. يلا بقى. يا سلام، لو جت مدفع ماليش دعوة. ده كده ايه؟ مدفع. لا. رقم 12 اخر بوكس. قلتي انك بتكرهي الكذب، بس كل شخص ممكن يجامل واحيانا يكذب عشان يوصل لحاجة معينة. امتى اخر مرة اضطريتي تكذبي عشان مصلحتك؟ هي مش حكاية انا بكذب علشان مصلحتي. بتجملي انتي... حقيقة طيب؟ اكيد، بس انا انا بحبش الكذب. يعني انت مش هتقدري تيجي النهارده، قولي لي مش هقدر اجي. انت مش هتقدري تعملي لي الخدمه اللي انا طالباها منك، قولي لي انك مش هتقدري. انا طلبتك تيجي تشتغلي معايا في شغل، قولي لي انك مش هتقدري. انما معلش اكلمك بعد شويه، ولا بس انا مشغوله. الله، ما كمان انا مش متخلفه عقليا. ما تقولوا الحقيقه، الحقيقه ما تزعلش. الكذب هو اللي بيزعل. انك you underestimate my intelligence. أنا مش متخلف عقليا إن أنا أصدق العبط ده. إنما أنا بكذب؟ لا أنا ما بكذبش، يعني حتى ما بجاملش. يعني عمرك مفكرتي تكذبي يعني مثلا مطرية؟ أنا يعني لو أنا مش محتاجة أجي أسلم عليكي أقول لك إيه الحلاوة دي؟ ممكن أقول لك إزيك؟ أخبارك إيه؟ وحشتيني. فهمتي قصدي؟ فلما أقول لك إيه الحلاوة دي؟ هبقى قصداها، مش هقولها غصب عني، أنا مش مضطرة. ولا ايه؟ عندك حق والله، معجبه اصلا بدماغك جدا. ميرسي. طب ايه الكذبه اللي اتكذبت عليكي وجعتك قوي؟ كل كذب بيوجعني قوي حقيقي، كل الكلام اللي انا بقوله لك ده. لا، في كذبه عمرها ما تتنسى. عمري ما هنساها. لا، انا بنسى عشان ما اوجعش نفسي، عشان الحياه لازم تستمر. طب مين بيكذب عليكي وبتبقي شايفه في عينه الكذب؟ بتحسيها؟ طبعا بتشوفي الناس اللي وهي بتكذب قدامك بيبان. بتضايق؟ بتضايق. بس اللي بيكذب على شيرين رضا ما بسكتش. خلاص؟ خلاص. خلاص. في الشغل، حتى في الشغل كمان. حتى في الشغل؟ عنيفة أنا؟ لا مش عنيفة، أنت واضحة. أنا واضحة وصريحة. أنا بحبش ال ما نقول اللفة والدوران. ما تقولي كل حاجة. هعمل ايه؟ هموتك يعني؟ هدبحك؟ هعمل ايه؟ عندك حق. صح. اللفة اللي بعدها لسه كمان؟ خمس لفات، فاضل لفتين. المدافع معاكي حلوة يا شيرين. حاساها مدفع، مش عارف. 10 ثلاثتي. قلتي ان اصحابك الرجالة اكتر من الستات، ليه بيتقال دايما صداقة الستات بتعمل مشاكل؟ بيغيروا من بعض والحوارات دي. طب سنة يعني. ده حقيقي. أنا صداقتي إن أنا عندي أصدقاء رجالة، مش إن أنا عندي أصدقاء رجالة. دول معايا في الفصل من المدرسة، فهي دي الشلة اللي فضلت لي، الناس اللي أنا أعرفهم من وأنا عندي 4-5 سنين، فهم دول اللي لسه حواليا. فمعظمهم الولاد، لأنه البنات بقى اللي سافرت واللي راحت واللي اتجوزت واللي عاشت بعيد، بس هم كلهم ساكنين جنبي. فعشان كده. مش عشان خاطر إن الستات نفسنا بينهم من بعض؟ الستات فيهم نفسنا، وده حاجة أنا بحبهاش، لأن أنا مش شايفة إن إحنا كستات، إحنا عمالين بقالنا سنين طويلة بنحاول إن إحنا ناخد حقوقنا، ناخد وضعنا في المجتمع. مش ممكن ان احنا ننجز اي حاجه لو احنا بنحارب بعض. انا وانتي هنحارب بعض ازاي؟ هناخد خطوه لقدام. لازم نبطل نحارب بعض. خلاص، يبقى لو احنا عاوزين نكمل في الوضع ده، ما نطلبش بقى ان احنا المساواه مع الرجل، ان احنا ناخد حقوقنا. لا، إن عمرنا ما هنعرف نعمل ده غير لو احنا كلنا كستات وقفنا مع بعض. انتي مع مقوله ان الست اقوى عدو للست؟ طبعا طبعا.
أكيد للأسف نفسي ده يتغير، نفسي يتغير. مش هتغير. ليه؟ أنا عندي أمل إن العيال الصغيرين الجيل الجديد ده هيغير القرف اللي إحنا بنشوفه. عندي أمل جامد قوي فيهم. يا رب يا رب. آخر لفة اتفضل، هروح نقعد مكاننا بعد كده. مدفع بقى؟ مدفع؟ ارحموني. على فكرة هو مدفع، لأن سؤال رقم 10 طالما تكرر هيبقى مدفع. يعني إيه؟ يعني أول بوكس أقرب حاجة ليك. مدفع الساعة 3. بصراحة كم مرة بعد طلاقك؟ ولا مرة. كم مرة إيه؟ طب مش تكملي أزايزة؟ مش عاجبني السؤال. مش عاجبك السؤال؟ مش عايز تقريب؟ مش هضغط عليك. مش عاوز. طب يا جماعة أنا هعمل استثناء المرة دي عشان شيرين حد أنا بحبه جدا. عشان أنا كسرت صباعي النهاردة الصبح. سلامتك يا شيرين. قبل ما يجي عشان البرنامج. خاطر صباعك يا شيرين بجد. عشان خاطر صباعي عشان كده مضطرة ألبس جزمة فلاح. ألف سلامة عليكي، وعشان خاطرك بجد أنا هعمل استثناء ومش هنجاوب على السؤال ده. وخلصت فكرتنا، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. اتفضلي. إصابتك بمرض مناعي، إيه حقيقة الموضوع ده؟ انتي قلتي قبل كده إن جوازات الوسط الفني ما بتكملش. إشاعة ارتباطك بشخص أصغر منك ب 28 سنة، إيه الحقيقة؟ ليه أعمل كده في نفسي؟ بصي طبعاً عشان يعني أنا بحبك كنتي عارفة كده، ف السؤال اللي أنتي رفضتي تجاوبي عليه بتاع المدفع رقم 3 ده اتلغى فعلاً. أنا يعني حتى مش هيتكتب على الشاشة خالص، بأن الفقرة دي بيكون مكتوب فيها إيه السؤال، بس مش هنكتبه على الشاشة خالص. وربنا يكون في عوني عشان كل الناس هتخش تسألني إيه هو السؤال. أنا مش هقول. ما احنا اتفقنا انه علشان صباعي مكسور، صباع رجلي مكسور، هتسامحوني عشان كده. من غير اي حاجه الف سلامه عليكي، بس انت عارفه يا شيري ان انا بحبك. انا كمان بحبك والله. فخلاص بقى ايه، مش هنعمل اي حاجه تضايق بعض. ونبدا الفقره الجديده. نبدا الفقره الجديده. اي فنان في الدنيا حياته مقسومه بين كلام النقاد وكتير من الاشاعات. والفقره دي كفايه علينا يا شيري، 3 اشاعات. اوه الإشاعة الأولى معايا بتقول إصابتك بمرض مناعي، إيه حقيقة الموضوع ده؟ لا ما عنديش مرض، أنا كسرت ظهري وكسرت صباع رجلي. بس ما عنديش أي أمراض. كسرتيهم إزاي؟ صباع رجلي النهاردة الصبح وأنا داخلة الدش خبطته جامد فكسر، وظهري عندي 2 ديسك. فأول 3 أيام أعتقد في التصوير في المسلسل كنت على ويل شير. ما تشرع عليكي. دي مش إشعاع، ده الحقيقة، إن أنا ما عنديش أمراض تانية. ما تشرع عليكي من أي مرض. طب طلع عليكي إشاعات قبل كده بخصوص مرض واتضايقتي منها؟ الإشاعة إشاعة، يعني هتضايق منها ليه؟ أصل هي لا تمت للحقيقة بأي صلة. فساعات منهم بيكونوا بيضحكوا بصراحة. بتضحكي عليها؟ أكيد بضحك عليها. الناس عاوزة تموتني وخلاص. هذا الشر. طيب الإشاعة التانية معايا بتقول إن أنتي وغادة عادل قاطعين بعض خالص. خالص، إحنا هنعمل فيلم مع بعض. إيه الفيلم؟ بنات رزق؟ بنات رزق. فإحنا اتشغلنا، يعني إحنا كنا بنشتغلنا مع بعض كذا حاجة فقربنا. أنتي لما بتشتغلي مع حد بتقربي منه بحكم إنك بتشوفيه كل يوم، وبعد كده لما كل واحدة فينا تشتغل في حاجة بنبعد عن بعض. فلا الكلام ده كان الناس ممكن تربط بين بنات رزق وولاد رزق، دي حقيقة في مثلا تشابه بينهم؟ لا خالص. طب اشمعنى رزق في الموضوع؟ يعني مفيش اسم تاني؟ لا احنا بنعمل سبوف، يعني احنا ما بنعملش فيلم جد زي فيلم ولاد رزق. فيلم حلو وجد وفي كل حاجة، يعني في لايت وضرب
وعنف وكده، احنا بقى عاملين الفيلم اللي بيضحك منه لايت. لايت، مش واخدين الموضوع جد. على سيرة كده العلاقات في الوسط الفني، انت قلتي قبل كده ان جوازات الوسط الفني ما بتكملش. ليه؟ يعني انا ما اعرفش، بس انا مش كمان مش بتكلم علينا احنا بس هنا في مصر، انا بتكلم في هوليوود، في كل الحتت دي عموما الجوازات دي ما بتكملش. ما اعرفش، بيبقى فيه غيره، بيبقى فيه عدم، ما بنشوفوش بعض، كل واحد بيشتغل في حته. ممكن تبقى غيره من نجاح بعض مثلا. ممكن طبعا. الممثل بحكم اللي بيشوفه في عمله وبتاع بتبقي سنسيتيف قوي من كل حاجه، فغصب عنك ممكن يجيلك ده، بتحسي بغيره. يعني الاقي مثلا جوزي بيشتغل اكتر مني هتضايق، طب ما انا كمان عاوز اشتغل، ما انا كمان عاوزه. عارفه انا ما اعرفش، انا ما اقدرش احكم عليه وما اقدر احكم على نفسي انا. بس عندنا مثلا امثال منى زكي واحمد حلمي، طب نمسك الخشب طبعا، ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب. فلسه يعني في جوازات بتنفع. لا في كتير كمان من الجيل اللي قبل كده موجود. ايوه بس معظمهم ما بينفعوش، معظمهم مش بينفع. من خبرتك في الحياه، نصحتي نور بايه لما جت تتجوز؟ يعني مقبله على زواج؟ نور عارفه ارائي في الحاجات دي كلها. انا عمري ما قلت لها لا ما تتجوزيش او لا ما تتخطبيش، الناس فهمتني غلط. انا عاوزاها تبقى سعيده، فهي دلوقتي شايفه سعادتها إن هي تتخطب، أكيد حوافقها. هي شايفة السعادة عندها إن هي تتجوز، إن هي ترتبط بالشخص اللي بتحبه ده، أكيد حقف جنبها. كمان قلت لها لازم علشان تعيشي مع حد لازم تبقوا صحاب، عمر ما علاقة هتنفع غير لو إحنا أصدقاء في الأول وفي الآخر. العلاقات بين الرجل والست بتبوظ علشان هما بينسوا إن هما صحاب أولاً وأخيراً. أنا كصاحبتك أنت هتغفري لي، إنما الراجل مش هتغفري له. فهمتي؟ لو أنا وهو عملنا نفس الحكاية هتغفري لي أنا. عشان كده المهم إنك تبقي صاحبة لجوزك، ساعتها هتعرفي تغفري له زي ما بتغفري لصاحبتك. دي نصيحة لكل البنات. كل الناس، لكل الناس. أهم حاجة في العلاقة ما تنسوش الصداقة. خليه صاحبك قبل ما يكون جوزك. مظبوط طبعاً. أكيد. ساعة لما نور قالت إن أنا بصرف على نفسي هجمت كتير قوي، طب ليه؟ هما مالهم؟ يعني ده أولاً وأخيراً، هما مالهم؟ أنا بقى بصرف على بنتي وبصرفش على بنتي. أنا باخد، علمتيها الاعتماد على النفس؟ أنا أخدت فلوس من حد عشان أصرف عليها أو مصرفش عليها، أنا حر. ده أولاً مبدأ. تاني حاجة، إيه فكرة إن تفضلي تصرفي على أولادك؟ أنت بتعلميهم إيه؟ بتعلميهم إن أول ما يحصل لهم حاجة مامي، أول لما عاوزين حاجة مامي، بيعتمدوا على غيرهم. طيب وده هتنجح إزاي في حياتها لو فضلت تعتمد عليا كليا؟ لازم تعتمد على نفسها. أنا محرمتهاش من الميراث، فهمتي قصدي؟ فهمتك. اليوم لما تيجي تقع في مشكلة مين اللي هيديها؟ أكيد. فهمت؟ بس في حياتها العادية لازم تتعلم تعتمد على نفسها. أنا عملت كده، أنا اعتمدت على نفسي، كان لازم عشان أعرف أكبر. عمرك ما هتكبري طول ما أنت معتمدة وعاملة نفسك بيبي ومامي مامي مامي. عندك حق. الإشاعة التالتة، إشاعة ارتباطك بشخص أصغر منك ب 28 سنة، إيه الحقيقة؟ ليه أعمل كده في نفسي؟ إشاعة. ليه أعمل؟ يعني بالعقل كده ليه أعمل كده في نفسي؟ ابني يعني. أنا خلفت بنتي وأنا عندي 21 سنة. يعني يعني اللي ب 28 سنة ده كمان أكتر. كلام فاضي. ايه السن اللي ممكن تقبلي فيه ان جوزك يبقى اصغر منك بحبه كتير؟ انا ما بحددش الحاجات دي. انا بالنسبه لي ما فيش حاجه اسمها سن. سنك اللي انت حاسه بيه، يعني سنك اللي انت شايفاه. لما تقعدي، ما انت ممكن تقعدي مع حد عنده 50 سنه وتافه، تقعدي مع حد عنده 30 سنه وعاقل ويعرف يتكلم، بيقرا كتير، مثقف. السن ده ملوش دعوه بالحقيقه اللي احنا فيها. ازاي انت فاهمه وازاي بتعرفي تتكلمي وازاي بتعرفي تثقفي نفسك، ده اللي بيفرق. فالسن على حسب بقى. عمر شيرين رضا حبت حد
بس ما العلاقة دي ما كملتش؟ أكيد طبعاً. زمان ولا دلوقتي؟ زمان. زمان. دلوقتي خلاص؟ ما عنديش وقت. ما عنديش وقت للحب؟ ما عنديش وقت للحب. ولا ما عنديش وقت للمناهدة أصلاً؟ الاثنين. ما عنديش يعني أنا بشتغل طول الوقت، فما فيش ما عنديش مجال في يومي كده هو يكفي حد زيادة. إيه اللي ممكن يلفت نظرك للراجل ويخليك تحبيه؟ يكون بيضحكني برضو؟ أنا بحب أنا كوميدية وبحب الضحك، ف وعندك حاجات كتير في يومك سخيفة، فلما تلاقي حد بقى دمه خفيف وتعرفوا تضحكوا مع بعض ده ألذ حاجة. أهم حاجة يضحكك بقى. أهم حاجة مش أي مواصفات تانية. هيديني فلوس مثلا؟ مش فلوس، بس ممكن مثلا يبقى إنسان كريم. ما هو شخصية. ما هو في حاجات إحنا بقينا نقول إن دي زيادة، لا، إن هو يبقى كريم، إن هو يبقى محترم، إن هو يبقى مؤدب، دي الحاجات المفروض بتيجي الديفولت. فإحنا ابتدينا نعبط إن في حياتنا، نقولك لا والله أنا عاوزة واحد كريم. لا، أنت المفروض تبقى كريم. ده طبيعي. لما تبقى بخيل ده مش صح. فإن إحنا نطلب كريم، إحنا نطلب إن هو مؤدب، إن هو طيب، إيه ده؟ الحاجات دي المفروض تبقى موجودة. الزيادة اللي عليها إيه؟ يبقى دمه خفيف، يبقى مثقف أكتر، يبقى دكتور. فاهمة قصدي؟ أنت على دي الحاجات الزيادة، إنما في حاجات كده أقول الناس تجي هتاخدها وتقولك نفسك تتجوزي دكتور، خلي بالك. لا، مش نفسي شجعها، نفسي أنا أبقى دكتورة. دلوقتي يا شيرين. ليه لا؟ كل حاجة جايز. فكرتنا خلصت وإشاعتنا خلصت، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. مين في دول أفضل ممثل في جيله؟ لما الاثنين يجوا يتكلموا نقولوا الفقرة الهندي ابتدت، لأن احنا ما بنفهمهمش. هما الاثنين مخارج ألفاظهم يتكلموا كده. الحياة اختيارات، وترتيب اختياراتنا بيحدد أولوياتنا، ومهما كان اختيارك مش هقول عليكي ملكيش عزيز. أنا هعرض لك مجموعة صور وهسألك عليها أسئلة. أوكي. جاهزة؟ المجموعة الأولى أحمد مالك، محمد ممدوح، محمد فراج. مين في دول أفضل ممثل في جيله؟ صعب انك تقولي لي حاجه زي كده. ليه صعب؟ ثلاثة هايلين بصراحه. الثلاثه حلوين جدا، والثلاثه مختلفين عن بعض. بس اختاري واحد، ده شرط الفقره. هما الثلاثه صحابي وانا بحبهم. طب هما بيحبوكي جدا، تشتغلي مع مين دلوقتي؟ مالك في لندن، محمد تايسون. بحبه قوي. محمد ممدوح بحبه قوي. طيب رايك ايه إن هما كل شوية ينتقدوه؟ كلامك مش واضح، اشتغل على نفسك. ده هو عظيم جداً. ما هو الناس مش هتبطل تنتقد. هو بصراحة لما كنا بنعمل مسلسل لا تطفئ الشمس، مالك وتايسون لما الاثنين يجوا يتكلموا نقولوا الفقرة الهندي ابتدت، لأن احنا ما بنفهمهمش. هما الاثنين مخارج ألفاظهم يتكلموا كده، فما كناش بنفهمهم حقيقي، فبنقول الفقرة الهندي ابتدت. طب ده هل ده صح في التمثيل ولا غلط؟ هو بصي هقول لك حاجة، يعني احنا ما نقدر هو بيتحر قوي، واحنا لما بنيجي نصور ممنوع نشغل التكييف عشان الصوت. إذا أردنا إن إحنا نطلع حاجة فلازم نحطه في المكان الصح. هو ضخم فبيتحر، فمخارج ألفاظه مش بتطلع ساعات مظبوط، لما هو في الحياة بيتكلم مظبوط. يعني بسبب بس ظروف العمل؟ ظروف. هيعمل إيه؟ فراج. فراج يجنن، فراج هايل. اشتغلنا أول مرة اشتغلت معاه كان في بدون ذكر أسماء، كان هايل، بحبه جدا طبعا. حاسه ان هو مظلوم شويه في جيله؟ يعني بطولته اتاخرت. ده حقيقي، بس جايه مفيش زيه. اصل هو واخد حته
مفيش ناس واخدها، لأن يعني كل واحد من دول عنده الحتة بتاعته. بس مالك بيخطي بسرعة ولا خطواته بطيئة لا شوية؟ لا، مالك بيشتغل على نفسه. يعني مالك لما يخلص مثلاً فيلم ما يقعدش بقى في البيت ويخرج مع صحابه، لا، بيروح يتعلم الرقص، بيروح يتعلم الصوت، بيروح يتعلم الغنى، دلوقتي بيعمل ماسترز، فاهمة؟ فهو على طول شغال على نفسه، فهو لا ما تأخرش. هو مرة واحدة هنلاقيه بيعمل جاي وجايب لنا، عارفة، كل الحاجات اللي اتعلمها دي. هو لسه صغير فلسه عنده وقت. طيب مين في دول بيضحكك أكتر؟ تايسون، محمد ممدوح، هو بيضحكني قوي. المجموعة اللي بعدها طار عماد، رنا رئيس، هدى المفتي. مين في دول ممكن تبقى نجمة مصر الأولى قريب جدا؟ طار عماد وهدى المفتي ما اعتقدش ان هما لسه اخدوا فرصتهم مظبوطة مع كل الأدوار اللي عملوها. ما هو مش شرط انك تشتغلي كتير، الشرط انك تشتغلي الحاجة الصح اللي هتطلعك. رنا جالها الفرصة وعملت بيها ولا لسه؟ عملت بيها، هي شاطرة جدا جدا جدا، وهم وطارة وهدى شاطرين قوي، بس لسه شوية، لسه ما خدوش الفرصة اللي توري هم عندهم ايه. كان ايه رأيك لما كانوا بيربطوا هنا الزاهد وبينك، يعني اللي هي شبه شيرين رضا؟ بموت فيها، اعتبرها بنت شيرين رضا. تجنن، بموت فيها، لذيذة وفرفوشة وكوميديانية. انا بحب الناس السهلة. انت عارفة ان انت وهنا اثبتوا للناس ان التمثيل او الفن عامة مش بس جمال، ده روح اهم حاجة. اكيد، اصل انت هتعملي ايه بواحدة شكلها حلو؟ بعد شوية خلاص هنفضل بقى نتفرج عليها. انت حتى لو جبت لك لوحة الموناليزا هتتفرجي عليها قد ايه؟ ساعة بس. انما وبعدين هتروحي ما فيهاش روح. المجموعة اللي بعدها أحلام، يسرى، تامر، حبيب. وجهي كلمة لكل واحد فيهم. نبدأ من تامر. تيكو، تيكو حبيبي، هو حبيب الكل، أطيب من أطيب الناس بجد اللي في البلد دي، على سجيته وبيعمل اللي هو عاوزه، بيفكرني بنفسي. احنا الاثنين برج السرطان، فبنعمل اللي احنا عاوزينه وما بيفكرش قبل ما يعمل حاجة، وبينتقدوه الناس كتير، بس هو موهوب قوي قوي قوي. مش مقصر في حق نفسه بعيد عن الشغل طبعا فترة. مقصر في حق نفسه عشان هو عاوز ينبسط، يعني هو عاوز يشتغل بس عاوز ينبسط كمان، مش كله شغل. بس حرام يعني حد في الموهبة دي يبقى بعيد طول السنين. موهبة هتفضل موجودة، مش هتروح حد، بس لو مش هيشتغل. هو موهوب، موهوب جداً. هيشتغل، موهوب هيشتغل. طب تقولي له ايه دلوقتي؟ اقول له وحشتني ويلا ارجع بقى، علشان ارجع بقى عشان عندك شغل. الجميلة يسرى. يسرى دي حبيبة قلبي، احنا صحاب جدا، ست طيبة جدعة، بتحب شغلها طبعا، نمسك الخشب، عندها طاقة ما شاء الله، يعني كلنا ولا حاجة جنبها، وبتحارب كل حاجة عشان تشتغل، يعني عشان توصل للمكانة اللي هي فيها حاربت كتير قوي ونجحت. يسرى ليها خليفة في التمثيل؟ يعني في حد دلوقتي بيحضر نفسه يكون يسرى الجديد؟ لا، مفيش حد، كل واحدة هي شخصيتها، ما ينفعش حد يبقى يسرى تاني، هي في حتة لوحدها. أحلام؟ لا، ما عنديش حاجة أقولها لها، أنا ما أعرفهاش، صوتها ما أعرفهاش، ما أعرفش أغانية، عمري ما سمعتها. طب إحنا اللي نطلع فاصل بقى يا جماعة. تفضلوا. اعترضتي على منع فريق من الغنى في مصر لأن أحد أفراده مثلي. حاسه ان في ناس متربصه بكل كلمه شيرين بتقولها؟ ما يتربصوا. بينك وبين نفسك مش بتقولي مثلا لا المره الجايه لو اتسالت انا مش هقول الكلام ده تاني؟
ده هقول لو انا مصدقاه. قدامك 5 كروت، كل كارت مكتوب فيه كلمة بحبر سري. هتختاري 3 كروت من الـ5 وتفتحيهم. كل كارت فاضي خالص، هتمسكيه بالحبر وتشوفي انت وحظك بقى. هتلاقي كلمة هسألك عليها سؤال. اوكي. جاهزة؟ جاهزة. اختاري 3. بتحبي المفاجآت ولا بتخافي منها؟ بحبها. بتحبيها حلوة أو وحشة ولا مش فارق معاكي؟ هي المفاجأة. بحب مبقاش عارفة. أيوه الفضول بقى، عايزة أعرف إيه المفاجأة اللي جات لك قبل كده خلتك واقفة مش عارفة تتكلمي، فرحانة جدا ومصدومة من الفرحة؟ سوري مش عارفة، يعني ما بتسأل أسئلة زي دي ما بعرفش أجاوب عليها لسبب واحد. يعني لو جات لك مفاجأة حلوة جدا مش زينا كده؟ مفيش أي حاجة في الورقة. في لازم هيطلع. المنع. المنع. ايوه. سؤال المنع بيقول لك ايه؟ اعترضتي على منع فريق من الغنى في مصر لان احد افراده مثلي. مثلي؟ انا عمري ما اعترضت، انه انا ضد المنع. انا ضد المنع خالص. انا ضد منع اي حد؟ ضد منع اي حد. حتى المهرجانات؟ بالعكس، انا بحب المهرجانات جدا جدا. ومتضايقه ان هم اتمنعوا. هم هبلوا؟ هبلوا. خاصه مش كل واحد يعمل غلطه اعدام. في سجن شهر وفي سجن شهرين وفي سجن 3 اشهر وفي سجن سنه، انما مش كل حاجه اعدام. ده فن احنا اللي اخترعناه، يعني المصريين هم اللي عملوا الفن الشعبي ده. ازاي نمنعه؟ ازاي نحرم الدنيا زي الراب؟ زي ما كانوا ييجوا في امريكا اول لما الرابرز ابتدوا من 80s ولا ما اعرفش من 70s، يمنعوهم لانه بيقولوا كلام خارج. كل الناس لما بيجي الفن الشعبي اللي هو الاصيل من البلد دايما بيبقى في قله ادب. يعني شيرين رضا بتسمع مهرجانات في العربيه جدا. تحبيها قوي؟ بحبهم قوي. طب انتي مع ولا ضد ان يكون مثلا في افكار دخيلة على المجتمع المصري تبتدي تنتشر؟ زي ايه؟ يعني زي حاجة الجنسية، زي الحاجات دي. مفيش حاجة دخيلة علينا، احنا اللي بنقول اي كلام الايام دي. احنا كان عندنا في السينما المايوهات والقبلات والاحضان والكل المواضيع، ان احنا كان عندنا الحرية ان احنا نتكلم فيها. كان كل واحد حر في نفسه. من امتى احنا بقينا كده؟ واحنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ بعدين السينما المفروض تبقى السينما للكل، مش ليكي انت ولا ليه هو ولا ليها هي ولا ليا انا. المفروض في السينما انت تلاقي مواضيع تعجبك، انا الاقي مواضيع تعجبني، ومش هتبقى نفس المواضيع. انما لو عملنا نفس المواضيع اللي على مزاج اللي بيكتب على السوشيال ميديا ومش عاجبه حاجه، ده مش هيبقى عندنا غير موضوع واحد بس نتكلم فيه. احنا نسمع كلامهم ليه؟ على سيرة الفن، ليه ما سمعتيش كلام والدك وكنتي او ما حققتيش رغبته تبقي راقصة فنون شعبية؟ هو ما كانش عاوزني. هو ما كانش عاوزك اصلا؟ لا، هو ابويا علمني انه انا عاوز ايه؟ يعني انا، هو سألني انت عاوزة تعملي ايه؟ انت عاوزة تبقي ايه؟ هو اكيد اي اب أو أم نفسها إن ولادهم يكملوا المسيرة بتاعتهم، بس أنت لما بتضغطي على ولادك إن هم يكملوا المسيرة بتاعتك أنت، ده غلط. أصل دي مسيرتك أنت، حياتك أنت، تفكيرك أنت، هم حاجة تانية. أنت كنت حابة ده ولا أصلا مش عايزاه؟ لا ما كنتش، يعني أنا مش جوايا. أصل عشان تشتغلي في الفنون الشعبية لازم تبقي بتحبيها، عشان تشتغلي ممثلة لازم تكوني بتحبيها، يا اما مش هتقدري تستحمليها. ما جربتهاش اصلا خالص؟ جربت، رقصت طبعا مع الفرقه، انبسطت جدا، بس صعب، صعب قوي. اصعب من حياتك كفنانه وممثله؟ اصعب. اصعب بكتير. علاقتك كانت ايه بوالدك؟ حبيبي،
كنا صحاب قوي. كان وانا صغيره كده 11 سنه و 12 سنه كان ياخدني ونروح نطلع مثلا اسكندريه ويكند انا وهو، بس سالني عاوز تقعدي فين، عاوز تاكلي ايه، يعني كان بيبقى الويكند لي انا وهو. كنا صحاب، كان بيتكلم معايا، عمره ما عاملني على ان انا طفله، كان حابب انه يديني مسؤوليه خليني اعتمد على نفسي من وانا صغيره عشان أعرف أفلح في الدنيا دي. جيبو 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 ما بيقوليش الكلام ده، بيطبطبش عليا، لا بيكلمني كأني واحدة كبيرة. فده اللي خلاني أعرف أعتمد على نفسي من وأنا صغير. عشان كده ربيتي نوره على هذا الأساس. لازم. نشوف الكارت اللي بعده. شوف الكارت اللي بعده. بتختاري باي لاك كده ولا؟ آه. عادي. عنديش ما. فرق معي. هنشوف. يا ترى نخبي لنا ايه الكارت ده؟ خلي بالك انا عندي اسئله سخنه في الفقره دي. الانتقاد. الانتقاد، عارفه ليه؟ عشان انا ما كنتش عامله الالف. سؤال الانتقاد، اتعرضتي لهجوم ونقد قوي لتعليقك على صوت مؤذن بلفظ جعير، يعني بيقول الاذان بصوت عالي قوي. لا مش بيقولش بصوت عالي، انا ما عنديش مانع في الصوت عالي او واطي، انا بتكلم على مستوى الصوت. ما هو كمان مش المفروض ان اي حد، ده المفروض اكتر حاجه بتقربك لربنا. انا ما بالله الاذان يقول لك يلا نقوم نصلي نقرب من ربنا، مش كده؟ انت كده هننام يا شيرين. لا مش هننام. لا الناس اللي نايمه تصحى على صوته. ايوه ما الصوت عالي، انا مش ما عنديش مشكله في الصوت العالي، انا بتكلم في مستوى الصوت. يعني انا ما اعرفش اغني، ما ينفعش ان انا اغني، مش كل صوت ينفع يغني، مش كل صوت ينفع يادي، مش كل صوت يبقى حلو انك تحطيه في مايك وتحطيه فول بلاست انه الناس تسمعه. ده اللي كان الانتقاد بتاعي، انه لازم المؤذن يبقى صوته حلو، لازم يبقى صوته حلو. طب وانت بتقولي الكلام ده ما خفتيش من الهجوم؟ اصل انا ما بقولش حاجه غلط، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان هو اللي بيأذن علشان سيدنا بلال اللي كان بيأذن عشان كان صوته احلى. هو النبي عليه الصلاه والسلام هو شايف انه بلال صوته احلى فخلاه هو اللي يأذن. هي مش عيب، مش كلنا لازم نبقى نعرف نعمل كل حاجه، يعني مش لازم ان انا مش مفروض مني ان انا امثل واغني وارقص وابقى دكتوره وابقى مهندسه. لا في حاجات انا بقول انا صوتي وحش، ما يعني مش المفروض ان انا اغني، بضطر ساعات ان انا اغني في حاجات وببقى متضايقه جدا ان انا بيضطروني ان انا اغني لان ده مش صوتي غني. بس الناس خدتها في حته تانية خالص. طب انك عشان الاذان اصلا ليه؟ هو انا عبيطه؟ هو انا مثلا واحده متخلفه عقليا ضد الاذان ليه؟ هو انا ضد ربنا؟ استغفر الله العظيم يا رب، ليه بيطلعوني كده؟ أنا ضد الصوت الوحش. ليه ما نوحدش الأذان؟ في ناس أصواتها جميلة، في ناس أصواتها تحبي، وأنا بتكلم حتى في الجوامع اللي محدش يعرف عنهم حاجة، ساعات وأنتِ ماشية في الشارع كده بتسمعي واحد صوته جميل، اسكتي عشان تسمعي الجمال اللي في صوته. وهو ده المفروض. حاسه ان في ناس متربصه بكل كلمه شيرين بتقولها؟ ما يتربصوا، هم اللي تعبين نفسهم على فكره. انا عايشه حياتي. بحب الثقه دي. مش فارق معاكي؟ لا مش فارق معاكي الناس ولا فارق معاكي كلامهم؟ لا ما اقدرش يفرق معايا. عايزه اطلب منك حاجه. وجهي رساله لكل ست مصريه ازاي تعيش حياتها من غير ما تبص وراها. بصي في ورقتك. يعني انت اللي لازم تعمليه انك تبصي في ورقتك. خلطه شيرين رضا، بصي في ورقتك، شوفي حياتك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من بيتك، خلي بالك من عيالك، خليكي في نفسك، صلحي نفسك. ما هو انت بيتك محتاج لك، بدل العشر دقايق اللي بتروحي تنكدي على حد ولا تتغاظي من حد ولا تغلي من حد ركزي في حياتك، ركزي في نفسك، في شكلك، في تصرفاتك، في ثقافتك، في ازاي هتعلمي عيالك، في جوزك. مش خليكي في نفسك، بصي في ورقتك وانت تفلحي. عمرك ما هتفلحي لو بصيتي في ورقه التانيين.
برافو. اسمعوا النصيحة دي وخدوها وصفة، لأن هي بجد والله العظيم اللي شيرين بتقوله ده هي العيشة الحلوة أو الحياة الحلوة فعلا. الحياة اللي أنت لا تضايق حد، أنا مش عايزة أضايق حد، أنا مش عاوزة أغلس على حد، أنا ماليش دعوة بحد، يعني اللي عاوز يعمل حاجة يعملها. برافو. الكارت الأخير، إيه الرقم اللي بتحبيه أو رقم الحظ بتاعك؟ سبعة؟ اشمعنى؟ أنا مولودة سبعة سبعة. مولودة سبعة، آه تاريخ ميلادك يعني. فبحب رقم سبعة. برج السرطان. أيوة. ده جميل، طيب. أوي. بس عليه قلبة. صعبة جدا. ده إيه ده بقى ده؟ أشوف. إيه؟ السلة؟ السكوت. سكوت؟ سكوت. أكيد هو مش بنخم. سؤال السكوت. السكوت. قبل ما أسألك السؤال ده، الأفضل إن الفنان يقول رأيه زي أي حد ولا يسكت؟ ما هو أنت قبل ما تكوني فنانة أنت بني أدمة. أنا أولاً وأخيراً بني أدمة، بشتغل فنانة، بشتغل دكتورة. المشكلة إن الفنانين بياخدوا رأيهم كأنه أنزل، يعني لازم بقى يعملوا عليه حوارات ومشاكل وكلام كتير. ما هو ده السوشيال ميديا والترندز والهاشتاجز والبلا بلا بلا، الحاجات دي هي اللي بتعمل كده. إنما أنا كبني أدمة حقي إن أنا أقول رأيي. حقي، ده حق من حقوقي كمواطنة كبني أدمة إن أنا أقول رأيي. المشكلة إنك لما بتقولي رأيك في حاجة أنت مش فاهماها، هنا اللي بيبقى المشكلة بالنسبة لك. أو بيمسكوها بقى على أي حد يتكلم في حاجة هو مش عارف فيها. مش عارفها. أنا من حقي إن أنا أقول رأيي في كل حاجة على فكرة. بس هل بقول رأيي؟ أنت بتوزنيها بقى، هل أقول رأيي واستحمل أو أشتري دماغي هو ده سؤالي ليكي. سؤال السكوت بيقولك إمتى كان لازم تسكتي وما سكتيش واتكلمتي؟ أنا على طول بتكلم، ما هو ده اللي أنا لازم أتعلمه إن أنا أسكت. على طول بتتكلم؟ لأن أنا عمرك ندمتي على تصريحات قلتيها قبل كده؟ ما في الندم ما بيجيبش حاجة، الندم ملوش أي فايدة في الدنيا. ما ندمتيش على تصريحات؟ مش فارق معاكي. هندم على ايه؟ انا لو ندمت هيتغير؟ مش هيتغير، بس بينك وبين نفسك انا ما كانش لازم اتكلم كده، بس اتكلمت. وهتقعدي تعملي ايه؟ تهري وتنكتي في نفسك. تهري وتنكتي في نفسك. لا، بينك وبين نفسك مش بتقولي مثلا لا المره الجايه لو اتسالت انا مش هقول الكلام ده تاني. ده هقول لو انا مصدقاه. مقتنعه برايك. اصل انا ما بشتمش حد وما باذيش حد. رايي، انت بتساليني رايي في الحاجات اللي تخصني. كمان المفروض ما اقولش رايي في الحاجات اللي تخصني انا. ما بتدخلش شؤون حد، كمان حياتي انا الشخصيه. انا اسيب مين اللي هيقول رايي في ايه؟ كان في سؤال في الكروت دي وما طلعش. لا انا عايز اساله. هسال. اوكي. قلتي ان احمد الفيشاوي طلبك للجواز ورفضتي. انا ما قلتش كده خالص، هو اللي بيقول. يعني هو كان حب من طرف واحد؟ لا، احنا اصدقاء واشتغلنا مع بعض وانا بحبه جدا وكل حاجه، انما احمد بيحب يهزر كتير. يعني هو طلبك الجواز فعلا ولا كان بيهزر؟ بيهزر. طب لو طلبك حقيقي؟ لا انا مش هتجوز، انا مش ولا هو ولا غيره. خلاص؟ ما عنديش وقت. عشان يعني انت فعلا كشيرين رضا رافضه مبدا الجواز ده نهائي؟ حتى لو عندك وقت ليه؟ بصي هقول لك حاجه، انك تقولي انا رافضه حاجه طبيعيه والناس كلها بتعملها ابقى انا غلطانه، انما انا فشلت مرتين ففشلت. فانا اتعلمت من صغري ان انا لما افشل في حاجه ما اكررهاش تاني. بس لما بنكبر بننضج اكتر ويبقى عندنا بصراحه ما فيش حد اتجوزه فما بدورش. يعني القمر ده مش حد يتجوز؟ ما بتعكسش حتى، تصوري. شيري ازاي يعني؟ ما بتعكسش يعني، ما عنديش. ما انت اللي قلتي انا رافضه الجواز فخليتي الرجاله كلها تبعد. اللي عاوز يتجوزني لازم يحارب ولا ايه؟ هو انا هقدم لكم نفسي على طبق من فضه؟ لا يعني طبعا. يبقى في قبول اصلا عشان يحارب، لكن واحد يعني شايف اللي قدام بيقول له انا مش هتجوز ابدا هيقرب. كل الناس بتقول لا في كل حاجه. اللي عاوز حاجة بيمشي وراه. يعني لو حد قرب من شيرين رضا ونغمش كده قلبها تتجوز؟
برضو اهو برضو لا. لو حبيتي بتعترفي بحبك ولا بتستنيه لما هو يجي يقولك الاول؟ فكرتي قبل كده تتحجبي ولا عمرك ما فكرتي الفكره دي؟ لا بصراحه لا. عمرك اشتغلتي عشان الفلوس وبس؟ شيرين رضا ممكن في يوم من الايام تتصدم وتروح تجيب شعرها زيرو خالص؟ انا من غير ما تصدم نفسي اعمل كده. نفسك تبقي بقى ناس صغيره كده جدا؟ ايه مش عاوزه تخلف.